السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نقدمو شباكية، مهم غادي ندوز نوريكم المقادير. عندي هنايا كيلو ونص ديال الطحين، الطحين الفورس يكون من هذا، من نوعية ممتازة. عندي هنايا غادي عندي هنايا نص كاس نتاع الخل، انتما كتشوفو. عندي كاس نتاع الزبدة مذوبه، انتما كتشوفوا حتى ما بقاش فيه داك الماء، راه خليته ذاب حتى صافي تشرب داك اللبن وداك الماء. معلقه كبيره نتاع القرفه، واحد نص معلقه صغيره ديال الكوزه مطحونه. عندي هنايا الخليط نتاع النافع وحبه حلاوه، بجوجهم شركتهم وطحنتهم، غادي ناخذ منهم حتى هما واحد معلقه ونص كبار. عندي هنايا كاس نتاع اللوز طحناه بقشور بحال هكا، يعني ما مقلي ما والو، قبضت وطحنته بحال هكا. عندي كذلك زلافه نتاع الزنجلان حتى هي مطحونه، غير مصهضه شويه وطحنته، طحنته مزيان حتى تعلك بحال هكا. وعندي واحد الخمارات الحلوه، وعندي هنايا شويه المسكراني طحناها مع شويه نتاع الدقيق الفورس، شويه نتاع الخميره الخبز. عندي هنايا انا هذه حبيبات، مهم غير شويه راس معلقه، يعني غادي نخدمها بوحدي وغنطويها بوحدي، ما غاديش ندير بزاف باش ما تخمرناش وتضيع. وكذلك عندي هنايا صفر بيضه، شويه ديال الزعفران شعره، الا ما عندكمش ديروا غير خرقوم ولا زعفران الاخر داك ملون اصطناعي. وعندي كذلك نص كاس ديال زيت العود، غادي نخلطها مع غادي ندير نص كاس زيت العود ونص كاس ديال زيت الروميه وماء الزهر، هادشي اللي كاين، وشويه الملح، واحد قبصه الملح. صافي هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا، هاد المقادير هادو اللي كاينين. انا غادي ندوز على بركه الله باش نخلط. بسم الله، غادي ندوز دابا نضيف الحاجه الناشفه، هي الاولى، المهم هي شويه الملحه غادي نضيفها. غادي ندوز نضيف كما قلت لكم هنا عندي الكوزه، انا راها مدقوقه، غادي نضيف منها واحد كما قلت لكم واحد حيت مدقوقه، ما غاديش نقوي منها واحد، انتما بحال هكا زائد داكشي اللي راه طاح راها مجهده. غادي نضيف كما قلت لكم هنا عندي الخليط نتاع النافع وحبه حلاوه اللي طحناهم مزيان حتى هما كما قلت لكم. غادي نضيف واحد معلقه كبيره ونص، المهم انا درت 3 معالق صغار. وغادي ندوز نضيف القرفه كذلك، غادي ندير حتى هي واحد جوج معالق عامرين صغار بحال هكا. صافي غادي نضيف كذلك هاد شويه نتاع هادي مسكه دقها انا هنايا مع شويه ديال الدقيق الفرن. غادي نضيف كذلك هاد الزلافه ديال الزنجلان، وغادي نضيف كاس نتاع اللوز كما قلت لكم طحون بقشوره ما محمرينه ما حتى شي حاجه، طحنتو حتى هو مزيان حتى تلين لينا. وغادي نضيف كذلك هاد الخميره هادي، وغادي ندوز نخلط هادشي هو الاول، عاد ندوز باش نضيف الزبده والبيض وما زهر والخل. دابا غادي ندوز ندير هاد الزعفران شعره في واحد الكاس، وغادي ندير عليه شويه نتاع ماء الزهر باش يطلق ليا على ما نخلط انا هاد النواشف هادو كلهم. غادي نضيف واحد نص كاس بحال هكا ونخليه تما يطلق ليا على ما ندوز في هاد الاثناء. انا هنا غادي نخلط هادشي كامل اللي درت، يعني حتى الخميره ديال الحلوه ها هي، غادي نخلطهم مزيان باش تنسجم لي هاد العناصر مزيان، وديك الساعه نتلاقى ان شاء الله. انتما كتشوفوا بعد ما خلطت هادشي راني بدلت انا هاد سميتو، حيت قبيله ديك القصريه كانت عندي صغيره ما ساعدتنيش باش نخلط هادشي مزيان، دابا بدلته في هذا كبير. غادي ندوز نضيف دابا الزيت، غادي نبدا بالزبده. غادي نضيف هنايا الزبده هي الاولى، بعد ما دازت الزبده غادي ندوز دابا باش نضيف زيت العود كما قلت لكم. غادي ناخذ نص كاس من الزيت بحال هكا، وغادي نكمل بالزيت الاخرى العاديه باش كنطيبو. بحال هكا صافي، وغادي ندوز نخلط مره ثانيه.
خلط مزيان باش ديك الزبده داك الشيء كلشي خصو ينسجم. عاد نضيفو السوائل ماء الزهر وداك الخل. صافي بعد ما خلطت يعني داك نص كاس كبير ديال الماء الزهر فين درت داك زعفران شعره ودرت فيه كذلك ديك الخميره داك راس المعلقه غنزيد ماء الزهر باش ندوز نخلط باش نعطيكم بالضبط شحال غادي بغيت ندير هكا في الكيسان باش نعبر لكم شحال بالضبط دخلت نتا ماء الزهر. دابا غادي ندوز بسم الله غادي نخوي الكاس الاول بحال هكا. البنات كما قلت لكم اللي ما عندوش زعفران شعره يقدر يدير سميتو الخرقوم ولا داك هذا ملون اصطناعي. دابا انا درت كذلك نص كاس نتاع الخل وغادي ندير داك صفرة البيضه. صافي غادي ندوز نخلط ما خصهاش تكون جاريه يعني تكون قاصحه يعني ماشي قاصحه ماشي جاريه بين وبين المهم نتوما معايا. صافي ها هي بعد ما جمعتها يعني صافي راه جمعتها بهذا داك ماء الزهر كما قلت لكم راه خدات معايا ثلاثه نتاع الكيسان ديال ماء الزهر عامرين ونص كاس نتاع الخل. دابا غادي ندوز باش نقطعها بحال هكا ونديرها في الشاصيه ترتاح ليا شويه حيت كما قلت لكم ها نتوما كتشوفوا راه ماشي جاريه وماشي قاصحه نتوما باش تجينا شباكيه زوينه تجينا هكا فتيه واخا في الخدمه كتجي شويه هذا شويه صعيبه ولكن راه في المذاق تتجي زوينه تتجي فتيه. صافي بحال هكا غادي ندوز نديرهم في الشاصيات ديال البلاستيك ترتاح لنا شويه باش ندوزو نخدموها ان شاء الله. بعد ما خليتهم ارتاحوا ليا واحد 10 ديال الدقائق دابا غادي ندوز باش نطلقهم بالدلك بحال الشكل ديال الرغيفه بحال هكا. غادي نوريكم الطريقه ومن بعد غادي نكمل. شفتوا واخا راها كانت قاصحه يعني فاش دخلناها في البلاستيك راها دارت بحال تلخات. تنخليوها تترتاح شي شويه تترخى كيف ما قلت لكم كنديروها بحال الشكل ديال الرغيفه بحال هكا. من هذا نزيد ندخلو شويه بحال هكا يجي نيشان على الحافه ديال الاخر. كما كتشوفوا على هذا الشكل غادي نعاود ندخلها لداخل البلاستيك ونهز وحده اخرى غادي ندير لها نفس الشيء. داكشي باش قلت لكم ملي تنكونوا طاحنين كلشي يعني طاحنين الزنجلان واللوز مزيان راه العجينه تتكون هانتوما كيف ما كتشوفوا كتبان لنا ملسة. صافي غادي نكمل انا على هاد الطريقه هادي نبقى نطلق فيهم وندير نعاود نرجع في البلاستيك بحال هكا ونخليهم يعاودوا يطلقوا على ما نجيو فين نكملوا هادو غادي نلقاو هادو ان شاء الله راهم طلقوا ونبداو ان شاء الله في الطريقه نتاع الشباك. ها نتوما كتشوفوا راه بديت كنشبك غادي نوريكم هاد ثلاثه نتاع الطرق انا باش كنشبك. كاينه هذه اللي كتجي هكا على شكل هاد الوريضه هذه كنقطعها سميطات وكنديرها هكا. المهم درتها هكا كبيره ولا كذلك تقدروا ديروهم صغار يعني قد هكا. وكاين كذلك هاد الشكل هذا بحال هكا وكاين واحد اخر هنا درت منه وحيده ها هو. المهم غادي نديرهم معكم انا بثلاثه واللي جاكم ساهل ديروه نتوما. انتما كتشوفوا راني بديت بعد ما طلقات لي العجينه. المهم غادي ندوز نطلقها بالدلاك بحال هكا نقطعها على جوج نخدم بهذه. كنحاولوا اننا نمشيو غير بالطول ما نمشيوش بالعرض باش ما تكونش عريضه بزاف حيت غادي نطلقها في الماكينه ديالها. دابا غادي ندوز الماكينه غادي ندوز نطلقها بسم الله. اللي ما عندوش الماكينه يقدر يدير غير بالدلاك يدير الكميه
صغيره ويلي بدلك يعني تدلك حتى هو راه كيقضي حاجه. هانتوما كتشوفوا دابا غادي ندوز باش نقطع هنايا هاد شويه كنمشي غير على الحافه النيشه باش ما تنبقاوش نضيعوا في العجينه ونعاودوا هذا نجمعوها وتعاود عاوتاني تطلق يعني نمشيو غير بهكا كما كتشوفوا غير بشويه. انتما غادي تشوفوا غادي نبداو بداك الشكل ديال السميطه اللي درت بها دوك ديك الوريضه. المهم تنمشيو بحال هكا صافي. غادي ندوز نوريكم هذيك السميطه. انتما تنجي هنايا تنحاول انني ندورها بحال هكا وتنبقى تلويه هكا وانا تنشد يعني سهله وهي راه تتلوى بوحدها هذيك السنطه تتلوى معنا بحال هكا يعني هذه سهله اي واحد يقدر يديرها. الا بغينا نخليوها غير في هاد العبار ممكن بغينا نزيدو نكبروها غادي نزيد السميطه الثانيه بحال هذه. دابا نجي لهنايا ونلصقها بحال هكا مع هذه وندور كذلك وانا كنلوي في العجينه بحال هكا. تنحاول انني نلوي فيها شويه بحال هكا باش تعطينا داك الشكل زويون. صافي وتنحاول انني نقرصها ها هي كما تشوفوا هذا الشكل حتى هذا تيجي زويون ومني كنلوحوها في الزيت تتحل. غادي تشوفوها في التالي كيفاش غادي تكون. غندوزو نشوفوا الشكل الثاني. غادي نجيو غادي نقطعو بحال هكا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة كنقطعو فيها. غادي نعاود وحدة أخرى واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تنقطعو فيها. غادي ناخد الأولى بحال هكا غادي نحاولو أننا نحلوها بحال هكا وغادي نجي غادي نقلب هاد الجوج على هادو وهادو على هادو بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي نجيب هاد جوج قنات هاد جوج قنات هذا وهذا هنا وغادي نلصقهم بحال هكا. خصنا نوريكم مزيان هانتوما كيف ما كتشوفوا بحال هكا وغادي نجيو نقلبوها بحال هكا وغادي نقادوها نوقفوا هاد سميتو ونجيو هنا نزيرو وتنجمعو تندخلو لداخل. هانتوما تتشوفو يعني تنزيرو وتندخلو لداخل نتمنى يكون باين بحال هكا. هانتوما تتشوفو الشكل ديالها حتى هادي تتجي زوينه وتنجيو هنا لهاد الاطراف تنقصو منهم ما تنخليهمش بحال هكا. انتما تتشوفوا بحال هكا ها هي الشكل هذا الثاني. انا غادي نعاود حداكم وحده اخرى باش تبان مزيان. تنجيو تنحلوهم تنقلبوا هكا جوج ونعاودوا نردوا جوج يعني ساهله وتتخرج لنا زوينه في الشكل حتى هي. وتنجيو تلصقوا تنوركوا كما قلت لكم تنبركوا عليها بحال هكا وتنحلوها من هنا وحنا تنوقفوها بحال هكا ونجيو حنا تنجمعو بحال هكا وتنديرو بحال تندخلو هنايا القدام باش تتشكل لنا داك الشكل ديالها بحال هكا زويون. صافي تنجيو هنا تنحيدو علينا هاد الاطراف هادو نقصو منهم صافي هانتوما تتشوفو. دابا غادي ندوز نوريكم الشكل الثالث. غادي ناخدو العجينه بحال هكا كيف ما شتو راني قطعتها حتى هي الاشرطة طوال. غادي ناخد صبعاني بحال هكا جوج غادي نلوي على جوج ونعاود ندخل دابا ثلاثة ها هو يعني بحال هكا وانا تلوي. دابا غادي نعاود ندخل الرابع بحال هكا وتلوي عليهم انتم كتشوفوا. تنبدا بجوج وندخل الثالث ونزيد الرابع حتى كنكملها بحال هكا. نحاول انني نبين لكم مزيان. غادي نخرج دابا صبعاني غير بشويه
بحال هكا، ونحاول انني نلصق العجينه هذا الطرف هذا اللي بقى لي هنا، نلصقو مزيان هانتوما تتشوفوا، وندير لها هذا الشكل هكا حتى هذه كذلك تتجي زويونه. ها هي، نعاود حداكم وحده اخرى. غادي ناخذ شريط بحال هكا كما قلنا، غادي نبدا بجوج صبعان هما الاولين، ندخل دابا الثالث، ندخل الثالث ونزيد ندخل الرابع، وانا تلوي في هذه في داك الشريط نتاع العجين. يعني حتى الطريقه هذه ساهله، واي وحده تقدر دير الشباكيه، ويعني هانتوما كتشوفوا عطيتكم ثلاثه ديال الطرق تقدروا ديروهم. صافي تنحاول انني نخرج تنحطها في الوسط هنايا بحال هكا. نتوما راه تيبان لكم هذوك الدائره هنا فاش كنت دايره جوج، وهنا فاش دخلت بالثالث، وهنا اربعه. صافي، وتنجمعها كذلك بحال هكا، هانتوما تتشوفوا. ها هي، نحاول نقص منها شويه من هنا. صافي، ودابا ندوز ندير الشكل تاع اوريضه عاوتاني. المهم تقدو نتوما تختاروا اللي عجبتكم في هاد الثلاثه ديال التلويات وديروهم كيف ما قلت لكم، يعني ساهلين بثلاثه بهم ما صعابينش. هذه عاوتاني ديال الورده بحال هكا حتى هي، يعني على حسب الشريط، الا كبرنا الشريط راه غتجينا كبيره، صغرنا الشريط غتجينا صغيره. بغينا ندوبلو ندوبلو، نديرو جوج اشرطه مثلا ونقدو. ها نتوما تتشوفوا صافي، ها نتوما كتشوفوا راني كملت الشباك ديال الشباكيه كلها، ها نتوما تتشوفوا يعني صافي كملت الكميه ديالي كلها اللي درت انا. المهم غادي ندوز دابا ندير الزيت سخون ونتلاقاو باش نقليو. دابا بعد ما هذا انا درت الزيت سخنات، غادي ندوز ان شاء الله بقى نديرهم في الزيت باش يطيبوا كيف ما كتشوفوا. درت انا هذه الشبكه هذه باش تعاوني. صافي، المهم الطياب راه باين، كنكونوا هذا ناقصين البوطه، يعني فاش سخنات لي انا الزيت راني نقصت لها بزاف باش ما تبقى لناش خضره من الداخل. صافي بحال هكا، وغادي نحيدوهم من الزيت ملي يطيبوا ونديروهم في العسل. هانتوما كتشوفوا بعد ما طابت لي الاولى، انا درتها هنايا في العسل. العسل ما كنسخنوش، كنخليوه قاصح، ومع السخونيه ديال الشباكيه تيبدا كيذوب. هانتوما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش جات. وهاد الوريضه هادي حتى هي، المهم انا غادي نكملهم ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا بعد ما طيبتها، ها هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. ها هما هذوك اللي قلت لكم تنديروهم كيلو رضا، تيجيو بحال هكا. ها هي وحده اخرى، وهذا الشكل الاخر اللي درنا اللي وريتكم. مهم تتجي زوينه وتتجي لذيذه، وبالعوض اللوز اللي ما بغاش يدير غير الزنجان، حتى هي راه تتجي زوينه، يدير بزاف هاد الزنجان ما يديرش اللوز. ونتمنى تجربوها وتعجبكم، كتجي شاربه العسل. وانتم كتشوفوا دوك سميتهم دوك هاد، ملي كدير لنا الشباكيه هكا راها يعني راها صادقه لينا، كنتاكدوا بانها راها هي هذيك. نتمنى تعجبكم وتجربوها في ديوركم وبصحه وراحه. الى فيديو مقبل ان شاء الله. نتوما شوفوا كي كتبان، يعني راه كيفاش شاربه العسل. بصحه وراحه، الى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي عليكم.